على في غناية جديدة بس تتفاعلكم. والله العظيم لما بشوفها الحمص بابا عمر كل شيء عم يصير فيهم وبتلاقيهم بتفاعلوا تفاعل. نحن احيانا بنغني اغاني عن الثورة بس عشان ناخذ روحنا احنا شوي. والله الحالة النفسية تعبانة بس بدنا نشد حالنا شوي. هلا كل ما بين البيت انا بتقولوا هيك والبيت تبعكم الاساسي عمرك يا ظالم ميتون رح ناخذ بالدار ردوا وراي وعمرك يا ظالم ميتون رح ناخذ بالدار او عمرك يا ظالم ميتون. هلا انا بقول بيت كامل بين السطر والسطر بتقولوا هيك بيتاكلوا بالصوت. ولما طلعت من درعا ثورة الاحرار ايوه هاي كل بيت هيك وقت بقفل انا بدخلكم على موضوع عمرك يا زلمه ميتون رح ناخذ بالطاب. ولما طلعت من درعا ثورة الاحرار بتنادي بالحريه وبرفع الاطرار. لما طلعت من درعا ثورة الاحرار بتنادي بالحريه وبرفع الاطرار. عملوا فيهم ممتصين وفارات الحصار وابطالوا منهم شباب في عمر الازهار. يا عمرك يا ظالم ابو عمرك يا ظالم ميتون رح ناخذ بالطار. ابو عمرك يا ظالم او نادت ترعى يا شباب سوريا الابطال. نادت ترعى يا شباب سوريا الابطال. فزعى يا اهل المروة انصر الثوار. فزعى يا اهل المروة انصر الثوار. ومعروف النخوة بالشام بتهز الجبال. معروف النخوة بالشام بتهز الجبال. فجأة صارت دوما بترعى مثل سيخ النار. عمرك يا ظالم ميتون ما في تفاعل. او يا محل الطمي بالطم
التهاب النار هو اتلف فيكي دوم رجال ما بتهاب النار وابدا ما منها بالموت الا من الجبار وبتعرفهم من زمان من زمان ابوك لما مروا عنا طف صاب الله بحجر يلا عمرك يا ظالم ما يفوت بجبل الساوى والجسار ومعرف نعمان جبل الساوى والجسار ومعرف نعمان سراعب وشيخون ابدا من ننهار سراعب وشيخون ابدا من ننهار عريوية ما من نام من بيت السلام اسمعوا انا عريوية ما من نام من بيت السلام عريوية ما من نام من بيت السلام ونرجع المعتقلين وناخذ لهم بالدار يلا عمرك يا سالم عمرك يا سالم ما يكون جبل الساوى والجسار ومعرف نعمان جبل الساوى والجسار ومعرف نعمان سراعب وشيخون ابدا ما بننهار سراعب وشيخون ابدا ما بننهار